طبعاً مثل هذه التجمع يعني يبعث على الارتياح وأيضاً يدعو إلى التفاؤل والأمل. هذه المنطقة منطقة جداً بعيدة. أنا صراحة ما كنت أعرف اسم المنطقة حتى يوم جيت في المطار لزنبور أول ما أتعرف على اسم هذه الدولة أصلاً، يعني ما كنت أعرف أن هي دولة أوروبية بهذا الاسم. نعم. فأتصور يعني ينتابني شعور شخصي، وأتصور لو حتى أحد في البحرين أو أحد مهتم يعني بأوضاع داخل البحرين يسمع في هذه المنطقة اللي يعتبرها يعني في أقاصي الدول يعني ناري يشعر بالارتياح، يشعر بالفخر، لأن صوت الحق دائما يعني صوت الحق يتردد صدى. احنا نحيي بمناسبة شهادة الإمام الحسين في كل عام. الإمام الحسين قتل في يسمون الخطباء بهم بوغاء كربلاء، يعني منطقة هي صحراء بادية ما هي منطقة مسكنية، مو منطقة يعني فيها ناس مستقرين. فشوف شلون الله عمر هذه الأرض وجعل صوت الحسين يصم أسماعكم. هذه ثورتنا هي لأنها صوت، لأنها قضية عادلة، صوت حق، لذلك تنتشر في كل المعبر. جزء من العقاب الذي يفرضه النظام الخليجي على الشعب البحراني هو بإسقاط الجنسية، هو بالتشريع. لكن يعني من ناحية ثانية يعني لكل مثلا جو سلبي أو صورة سلبية في ترى في بصيص من النور، في إشعاعات تبرق، لأن هؤلاء سفراء للثورة، هؤلاء المحامين مثلا اللي هجروا وتعرفوا على جاليات مختلفة أصبحوا بمثابة السفراء في هذا السهل. طبعا مثل هذا اليوم هو الذكرى الثامنة أيضا لمجزرة الخميس الدامي، وهي يعني واقعة هزت ضمير كل شعب البحرين، تداعى لها كل الشرطاء في داخل البحرين. كانت يعني مجزرة دامية يعني، ولم يتوقع أو يتخيل أحد أن يصبح في ذلك اليوم المشؤوم على صور رؤوس مفجرة أو رأس مفجرة وأجساد يعني يمتلئ الرصاص أجسادنا. وبالتأكيد يعني ذكرى الشهداء، استذكار الشهداء يحرك النفوس، يغلي في داخل النفوس. يعني كلما تستذكر شهيد تقف عند قصته، ترى وداع والدته له، ترى بأي ذنب قتل. يعني في الشهيد يعبر أيضا عن مظلومية، لأن يعني شاهد مثلا الشهيد علي المؤمن وفرض صورته، أو الشهيد محمود بتاكي، وحتى شهداء الكبار يعني شاهد في مقتبل العمر مهندس يدرس في جامعة يقتل بهذه الصورة البشعة اللي ينتشر في جسده كل الرصاص. هذا يعني يحرك النفوس، يعني يشعرها بالغضب والألم والحسرة. وأين يوصل رسالة أيضا في نفس الوقت عن طبيعة عقلية هذا النظام السادي الاستئصالي العدواني؟ لأن في مرات يمكن حتى في أوروبا تصير بعض الاحتجاجات، فتجي الشرطة إلى فض الاعتصام أو الاحتجاج، ممكن في تعاملها مع التظاهرة يوقع مثلا جريحة أو حتى يمكن واحد يموت. بس تختلف الصورة لما يكون في قتل متعمد، مو قتل متعمد فقط، قتل يحكم على الحق. نعم. ضغينة. نعم. يعني أجساد الشهداء المعدلين في داخل السجون، وقصص الشهداء كثيرة في هذا الموضوع. عموما أنا أريد أتكلم في مجموعة من النقاط في إحيائنا للذكرى الثامنة إلى الثورة ودخولنا في السنة التاسعة. والحديث عن الثورة يعني حديث ذو شجون، وحديث ما ممكن يختصر أو يختزل في جلسة أو حتى في كتاب، إنما يحتاج إلى موسوعة، لأن التفاصيل اللي مرت فيها ثورتنا ولو أنه يعني عمر يعتبر بسيط في تجارب الشعوب، لكن قصصها كثيرة وعليها تداخلات يعني وتشابكات
متعدده، يعني يمكن واحد يتناول الثوره من زاويه اقليميه وما يتعلق بالمنطقه، من زاويه دينيه، من زاويه سياسيه، وايضا تاريخ النضال، نضال شعب البحرين تاريخ طويل. يعني يمكن لو قارنا ببعض الثورات من غير ان اسمي، اعتقد احنا عمر ثورتنا في البحرين وعمر الحراك الثوري او المعارض عمر طويل، يمكن يعني يناهز 100 عام في حركه النضال السياسيه. عموما بطرح تقريبا يمكن 5 نقاط، احاول اختصر بس وانا مدير واشر لي عشان اذا طولت اصلكم الموضوع.